وفي كتابه قال ربي اللي المسيح يجي للدنيا هذه وينجيها. تبين حياة المسيح اللي هو اللي تنبأ عليه الأنبياء. تنبأ إشعياء اللي العذراء تحبل وتجيب ولد. مئات السنين من بعد تحققت النبوة هذه، ويقول الكتاب المقدس اللي القدوس اللي يتولد يكون معنا اسمه ابن الله. زعما ربي يجيب ولد؟ حاشاه، المقصود هوني علاقة روحية بين الله ويسوع. هذا نعرفوه وقت ما نشوفه كيفاش هو عاش، شفى المرضى وغفر الذنوب ورجع الناس لربي ووعدهم بمكان في ملكوت الله الدائم، وقدم روحه كفارة في عوضنا ورجع للحياة وغلب الموت حسب خطة الله. قال يسوع: حتى حد ما ياخذ مني الحياة أنا نعطي حياتي بإرادتي. وحياة يسوع ما توافقتش كان مع اللي كتبوه الأنبياء أكهو، لكن ورات اللي كلمة الله هي حق ومش كذب. قالوا الأنبياء: كلمتك يا رب كاملة بلا عيب ودايمة. ويسوع بيدو قال: السماء والأرض يفناو، لكن كلامي باقي للأبد. جاء يسوع باش يعطينا حياة كاملة، لكن وقت ما صاب نادم الله في جنة عدن اختار طريقه وافعاله بعدته على الخالق. تقول الكتب المقدسة اللي الناس الكل أذنبوا واللي الأجر متاع الذنوب هو الموت الروحي، يعني البعد على ربي. لكن كيما عطى الله ضحية لسيدنا إبراهيم باش تموت في عوض ولده، بالضبط بعث يسوع المسيح باش يموت في بقعتنا. حياته وموته وقيامته صلحوا العلاقة بين الله وكل اللي حطوا ثقتهم فيه، وتوى اللي تبعوا يسوع ذنوبهم مغفورة، وزيد على هذا هما ناجين من عقاب الله الأبدي ومتأكدين اللي باش يكونوا في الجنة وباش يعيشوا معاه للأبد. هذه هي الحرية من عبودية الذنوب، وفي مقدور أي واحد ياخذها من يسوع كل يوم. هذا ما يعنيش إنك باش تتبع دين، لكن باش تختار تؤمن بيسوع اللي قال: هاني واقف على الباب ندق، إذا واحد يسمع صوتي ويحل الباب ندخل أنا عنده. معناها نرجع لربي ونمنو اللي يسوع المسيح يعيش معانا ويغفر لنا ذنوبنا ويبدلنا كيما هو يحب. ما يكفيش إنك توافق بفكرك وعقلك على كلامه وإلا تتحمس له، أحنا نقبلوه بالنعمة وبالإيمان وبإرادتنا. إذا كانك حاضر باش تتبع يسوع، نجم تكلمه وتتوجه له بصلاة. وتتكلم الكتب المقدسة علي باش يكون الضحية الكاملة اللي تكف. يا سيدي المسيح، راني نحتاج لك، شكرا على خاطرك مت على الصليب من أجل ذنوبي. أنا نعترف بيهم ونتوب لك، نحل لك باب قلبي ونقبلك كمخلص وكسيد في حياتي. شكرا على خاطرك غفرت لذنوبي. واعطيتني حياة دائمة. وما دام أنا وليت واحد من أتباعك، خليني نولي كيما تحبني نكون. قال يسوع على أتباعه: الخرفان متاعي تسمع صوتي، وأنا نعرفهم وهما يتبعوني، وباش يعيشوا الحياة المتميزة اللي وعدهم بيها يسوع
يتكلموا أتباعه مع الله كل يوم ويصليوا ويقرأوا كلمته ويسمعوها ويخبروا حود أخرين بيها ويتلاقاوا ديما مع بعضهم. ما تنساوش وعده وقت اللي قال: عندي كل سلطان في السماء والأرض وأنا ديما معاكم لنهاية الدنيا.